طيب خلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل الوحدات السكنية ليها شروط علشان نقدر نحصل عليها؟ يعني احنا كده قدرنا نعرف الشروط الخاصة بالمستفيدين، طيب الوحدات السكنية نفسها هل ليها شروط ولا الموضوع مفتوح لأي وحدة سكنية موجودة في مصر؟ والإجابة على هذا السؤال إن بالفعل الوحدات السكنية لكي تدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري لها شروط وشروط واضحة وصريحة، وهنعرفها مع بعض دلوقتي. اولا ان تكون الوحده السكنيه كامله التشطيب، يعني تكون متوضبه وجاهزه، ما تكونش لسه ما تاسستش وتروح ان انت عايز تشتريها في مبادره التمويل العقاري، كده طبعا طلبك هيترفض. ثانيا ان يكون الوحده السكنيه الغرض منها هو السكن فقط وليس الاستثمار او السياحه، يعني حضرتك تشتري الشقه من هنا وتسكن فيها على طول لان هو ده الغرض الوحيد المسموح ليه في مبادره التمويل العقاري. ثالثا ان تكون الوحده السكنيه مسجله بالشهر العقاري او قابله للتسجيل، يعني تكون بدون مخالفات. ورابعا ان يكون هناك رخصة بناء خاصة بالعقار نفسه، يعني العقار يكون ليه التراخيص البناء الخاصة بيه وما يكونش فيه اي مشاكل على العقار. ودي كانت الشروط الخاصة بالوحدات السكنية للدخول في مبادرة التمويل العقاري، يعني نقدر نقول ان مش كل الوحدات هتقدر تدخل في هذه المبادرة، لازم التي ينطبق عليها كل هذه الشروط.